تغيرتي بسرعة قوي يا منير. فعلا أنا كمان استغربت نفسي قوي، هي الحالة اللي أنا كنت فيها دي ليه؟ ممكن تكوني كان عندك إحساس بالذنب؟ آه فعلا. تخيلي يا ليلى إن الواحد لما بيحس إن الدنيا بتنتهي وإنه ممكن يموت في أي وقت فجأة بيتغير، بيبقى عايز يبقى قديس. صح، بس ده إحساس صعب أوي. بس عارفة بقى الأصعب منه إيه؟ إن الإنسان يعيش بوشين، خصوصا بينه وبين نفسه. عندك حق، عشان كده أنا حسيت إن أنا لازم أبقى صريحة مع نفسي أكتر، يعني مش لازم أعمل كل حاجة نتيجة إن أنا خايفة من حاجة تانية. بس مكتبك حلو قوي يا ليلى. ميرسي. من زمان ما شفتكيش بتشتغل. ميرسي. عقبال مكتبك. إحنا بقى عايزين نقعد مع بعض أنا وإنتي علشان نشوف الشغل هنا هيمشي إزاي. لا ما هو انا قعدت مع استاذ عماد وهو فهمني على كل حاجه. نعم، هو مش استاذ عماد مديرك هنا؟ وحسب معلوماتي هو اقرب شخص الاستاذ مختار صاحب الشركه، واللي رجع فتح الشركه تاني مخصوص عشان. صح، عندك حق. ليلى انا اسفه، انا ما قصدتش اعمل حاجه من وراكي، وأسفة لو أنا اتصرفت بشكل غير متوقع. أنا عارفة إن أنتي توقعتي مني إن أنا أكون معاكي، بس أنا بس إيه؟ بس إيه يا منيرة؟ منيرة أنا عايزاك تفتكري كويس اللي حصل. افتكري إن أنا عملت اللي عملته ده عشان خاطرك أنتي ولا نسيتي؟ أنا ما نسيتش يا ليلى. لا يا حبيبتي أنتي نسيتي. نسيتي بدليل إن أنتي بعدتي عني أنا صاحبتك. خفتي على نفسك وسمعتك مني أنا. صح ولا انا غلطانه؟ لا انت غلطانه. لا انا مش غلطانه، انا صح، صح قوي كمان. اوعي تفتكري انا مش فاهماكي كويس قوي. اوعي تفتكري ان انا مش فاهمه الحاله اللي انت كنت فيها دي كان سببها ايه. انا صاحبتك واقرب الناس ليكي. ما تبطلي بقى طريقتك دي، كفايه بقى. لما انت شايفه ان انا مش بحبك وان انا كنت بهرب منك، جيتي لي ليه وعايزاني اشتغل معاكي؟ عشان لازم تردي لي اللي انا عملته معاكي. انا ما قلتلكيش تقتليه. بس انا قتلته عشانك. انا ماليش دعوه. انا انت ايه؟ انا انت ايه؟ افكرك ولا نسيتي؟ يلا يلا تعالي تعالي يلا. استنى. انا قلت لك الله. انا ما بشربش. ما بتشربيش؟ ده انت بتبقي قمر وانت شاربه يا بنت. انا عايزه اروح. تعالي من اروحك. تعالي تعالي من هنا. من هنا احنا جايين من هنا. والله من هنا. اسمعي الكلام. من هنا؟ تعالي وهتاخدي تاكسي كمان. اوبا. يا الشنطه. يا ودي يا الدين. يا سيبيها اللي بقى نرجع لها. يا مغلبني. انت طالع فين؟ ده انا بالي طويل وانت. انت طالع فين؟ طالع فين؟ اوصلك بيتكم. اهو من هنا. ده انا بقى قولي معايا بقى. ده انا بالي طويل وانت. حلوه دي. يا ولد انت عارف انت شبح سنفع. تيجي نعمل الفيلم بقى. يا 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 ودي يا 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 مغلبني. يا ايه ده؟ ايه ده انت مجنون؟ يا بنت انت بتعمل ايه؟ يا بنت بحبك. هو ليلى ليلى
اتجوزتها كمان ولا ايه؟ لا 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 خالص، انا ما اتجوزتش بالطريقه دي، انا اصلا المفروض ما بقاش هنا. ايه اللي جابك هنا؟ ده ايه يا اخي؟ الحيوان اللي جواك مش عارف تسيطر عليه؟ مشربها وجايبها هنا عشان تعمل فيها اللي انت عايزه؟ بقول لك ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت مسافره مع امك؟ ضحكت عليك يا حبيبي، ما انا اتعلمت الكذب منك. طب يلا اطلعي بره. بره ايه؟ انت نسيت نفسك؟ ده بيتي وانت جوزي. انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ انت فاكره نفسك متجوزه بجد؟ طب اقول لك حاجه؟ انت طالق. وابنك اللي في بطني. بالليل واشربي ميته. لا بقى، ده ابنك غصب عنك. لا مش ابني. انا لما عاوز اخلف عيل ما بجيبهوش في الدره من واحده واتجوزها عرفي. بخلفه قدام الناس كلها والناس كلها تبقى عارفه. وايه تاني يا وقح يا معفن يا مين ده اللي وقح ومعفن يا رخم؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ تعالي يا بنت الكلب انا هعرفك مقامك. يا معفن يا معفن. يلا يلا. لا مش بقول لك يلا. يلا بقول لك. انت فاكره نفسك بني ادمه؟ فاكره نفسك بني ادمه؟ يلا ارحمك. يلا 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 بره بره. ليلى ليلى يا ليلى. ليلى انت كمان رايحه فين؟ ليلى خشي جوه. بقول خشي جوه. خدي هنا يا بنت. ليه اصلا طيب؟ يا ليلى ليلى الحقيقة. تعال ليلى ده مجنون. مجنون يا ليلى. بلاش ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ قولي بقى. ليلى عز الدين، عايزه ابلغ عن جريمه قتل. 8 شارع عمان، تجمع الخامس. انا ما قلتلكيش تقتليه. لو كنت سبته كان كلك انت كمان. كفايه بقى يا ليلى كفايه، انا تعبت، انا ما بقتش قادره اعيش. احساسي بالذنب هيموتني. انا كمان، انا كمان عندي احساس بالذنب. بس خدي بالك يا منيره، اللي بيني وبينك اكبر بكتير من ان احنا نقف قدام بعض في يوم من الايام. يا بنتي افهمي افهمي، انا مش ضدك، انا بحاول. انت ايه؟ انت بتغيري مني يا منيره، طول الوقت حاطه نفسك في مقارنه معايا، نفسك تبقي زيي ومش عارفه. اه هي دي الحقيقه. بس على فكره عادي، احنا كتير بنعمل حاجات احنا من جوانا مش عارفين ايه هي، بس تصرفاتنا هي اللي بتدل عليها. ليلى ايه الكلام ده؟ هي دي الحقيقة يا منير. عارفة انا ايه اكتر حاجة مستغرباها؟ لما انت شايفاني وحشة قوي كده
والسبب في كل حاجة سيئة بتحصل لك. ليه واخداني معاكي ومصاحباني؟ مش قادرة استغنى عنك، مش قادره.